صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب 15 شعبان کی رات کے اعتبار سے سوال کیا گیا کہ اس رات کی بہترین دعا کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور نماز کا سلام دینے کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھے، 33 ٹائمز الحمد للہ پڑھے، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر کہے۔ یعنی یہ ترتیب عام تسبیح سے مختلف ہے۔ نماز آج شب کی نماز سنت پر بتانے والا اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم وبحمده، سمع اللہ لمن حمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلى وبحمده، اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الی، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلى وبحمده، اللہ اکبر۔ بحول اللہ وقوته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذلک اللہ ربی، اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم وبحمده، سمع الله لمن حمد، الله اكبر۔ سبحان ربي الاعلى وبحمده، الله اكبر۔ استغفر الله ربي واتوب الي، الله اكبر۔ سبحان ربي الاعلى وبحمده، الله اكبر۔ الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وال محمد۔ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله اكبر والله 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 اكبر
الله أكبر والله أكبر والله أكبر. الله أكبر والله أكبر والله أكبر الله أكبر. لفه اور پھر اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کرے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إليه ملجأ العباد في المهمات وإليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والخفيات، يا من لا تخفى عليه خواطر الأوهام وتصرف الخطرات، يا رب الخلائق والبريات، يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات، أنت الله لا إله إلا أنت، أمت إليك بلا إله إلا أنت، فيا لا إله إلا أنت، اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن صالح خطيئته وعظيم جريرته، فقد استجرت بك من ذنوبي، ولجعت إليك في ستر عيوبي، اللهم فجد علي بكرمك وفضلك، واحتد خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بصابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك، واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك، اللهم اجعلني ممن سعد جده، وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعم وفاض فغنم، واكفني شر ما أسلفت، وعاصمني من الإزدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك ويظلفني عندك. سيدي إليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يؤول المستقيل الطائب، أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك، ولا تؤيسني من سابغ نعمك، ولا تخيبني من جذيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك. ربي إن لم أكن من أهل ذلك، فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك، وألقت نفسي بكرمك، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق، حتى أقوم بصالح رضاك، وأنعم بجزيل عطائك، وأسعد بصابغ نعمائك، فقد لست بحرمك وتعرست لكرمك، واستعذت بعفوك من عقوبتك، وبحلمك من غضبك، فجد بما سألتك وأن التمست منك، أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك. پھر سجدے میں جا کر کہے 20 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا رب 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 یا ربی یا ربی یا ربی یا رب. پھر 7 مرتبہ کہے یا اللہ 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 یا اللہ. پھر 7 مرتبہ کرے کہیں لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. 10 مرتبة كهين ما شاء الله 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 ما شاء الله. 10 مرتبہ کہے لا قوة الا بالله
لا قوة إلا بالله، 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 لا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. 15 شعبان کی رات یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ پروردگار اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله.
سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. پندرہ شعبان کی وہ دعا جو مثل زیارت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق لیلتنا ہذہی ومولودہا وحجتک وموعودہا التي قرنت الى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك نورك المتعلق وضياؤك المشرق والعلم النور في تخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يسبو مدار الدهر ونواميس العصر أولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنار تراجمة وهيه وولاة أمره ونهيه
اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره واقر انصارنا بصاره واكتبنا في أعوامه وخلصائه وأهلنا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين وإترته الناطقين ولعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين اللهم صل على محمد وآل محمد پندرہ شعبان کی شب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انت الحی القیوم العلی العظیم الخالق الرازق المحیی المميت البديع البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك الكرم ولك الامر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واقض ديني ووسع علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين والناطقين واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأله وإياك قصدته وابن نبيك اعتمدته ولك رجوته فارحمني يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم کردہ صلوات کہ جو ماہ شعبان کے اندر روزانہ زوال کے وقت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد شجرۃ النبوۃ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم واہل بیت الوحی اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللاذم لهم لاهر اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي بطاعتك ولا تخذني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وهيئتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوءا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك محيعا واجعل لي له مطبعا حتى ألقاك يوم القيامة أني راضيا وأن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. پندرہ شعبان کی شب پڑھی جانے والی ایک اور دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی تعرض لك فی هذا اللیل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بآئدة من عطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی شب آئی تو اس وقت رسول اللہ اپنی ایک زوجہ کے ہاں موجود تھے. جب آدھی رات گزری تو رسول اکرم عبادت کی غرض سے بستر سے اٹھے. جب زوجہ بیدار ہوئی تو رسول اللہ کو بستر پر نہ پا کر غیرت کو جوش آیا اور گمان تھا کہ رسول اللہ کسی دوسری زوجہ کے پاس ہیں. بس وہ چادر اوڑھ کر رسول اللہ کو ڈھونڈتی ہوئی دوسری ازواج رسول کے حجرے میں گئیں مگر رسول اللہ کو کہیں نہ پایا. پھر اچانک نظر پڑی کہ رسول اللہ زمین پر ایک کپڑے کی مانند پڑے ہوئے ہیں اور جب قریب پہنچی تو دیکھا رسول اللہ سجدے میں دعا پڑھ رہے ہیں. سجدے میں جا کر اس دعا کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی هذه یدایا و ما جنیته علی نفسی یا عظیم ترجا لکل عظیم اغفر لی العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماوات والارض وانكشفت له الظلمات وصلح عليه امر الاولين والاخرين من فجأة نقمتك ومن تهويل عافيتك ومن زوال نعمتك. اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا
ومن الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. اس کے بعد اپنے دائیں رخسار کو رائٹ چیک کو زمین کے اوپر رکھیے، خاک کے اوپر رکھیے اور پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عفرت وجهي في التراب وحق لي ان اسجد لك. اس کے بعد اپنے بائیں رخسار کو لیفٹ چیک کو زمین کے اوپر خاک کے اوپر رکھیے اور پھر پڑھیے، عفرت وجهي في التراب وحق لي ان اسجد لك. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج یہ کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گنہگار افراد بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ زمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں. مفاتیح الجنان میں 5ویں اور 6ویں امام سے روایت منسوب ہے کہ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز انجام دے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف مستجیر، اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی ولا تشمت بی اعدائی، اعوذ بعفوک من عقابک وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل ثناؤك، أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون،
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي يلا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توضعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضئ متذلل خاشع متضرع، أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا خانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وعنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وألا مكانك، وخفي مكرك وزهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرة، ولا لقبائحي ساترة، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فاضح من البلاء أقلته، وكم من عسار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرت بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني النفعي بعد عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفزعني بخفي من طلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيره أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اطلعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تضييل عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده ولا ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده، وخالفت بعض أوامره،
فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه خضاهم والدمني حكمك وبلاهم وقد عتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإصرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضعنا مغترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتي اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وصاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهد به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيت أو تبغض من عدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتقد بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائية وأشارت باستغفارك مضعنة ما هكذا الذن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفيا قليل من بلاء الدنيا وأخوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبه وانتقامك وسخطه وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأديم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات ما داي وجمعت بيني وبين أهل بلاي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي يفضل فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ذجن إليك بين أهلها زجيج العاملي ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاخرين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياس المستصرخين
يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وزاقت عذابها بمعصيته وهو سبينا تباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورافتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن به ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لو لما حكمت به من تعظيم جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤه قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بعز ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تغفر هدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا طبيبا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولة وعمالي عندك مقبولة حتى تكون عمالي وأرادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي واجدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المباردين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني به
بسوء فارده ومن كادني فكده واجعل لي من احسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزله منك واخسهم زلفه لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن اجابتك واخلني يسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تخزع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعام يا دافع النخام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زیارت وارث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.